بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برعاية وحضور سيادة الأستاذ مصطفى الكاظمي رئيس مجلس وزراء المحترم، السيدات والسادة الحضور الكرام، نرحب باسمكم بضيوفنا الأعزاء من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معالي السيد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية المحترم والوفد المرافق له. يتم اليوم الأربعاء الموافق للسادس من تشرين الأول لعام 2021 توقيع عقد التنفيذ لخمس محطات للطاقة الشمسية بسعة 1000 ميجا واط كمرحلة أولى بين وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر، حيث يعد هذا المشروع رافد مهم للطاقة من خلال إنشاء محطات طاقة شمسية، حيث سيسهم هذا المشروع في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية لرفد المنظومة الوطنية بالطاقة النظيفة. يوقع العقد من الجانب العراقي السيدة سهى داود نجار رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار والسيدة مها حمودي مدير عام دائرة الاستثمارات في وزارة الكهرباء. يوقع العقد من جانب شركة أبوظبي السيد محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر. للتفضل بالتوقيع رجاءً.